امامنا والتقدم لصالح الوداد الانطلاقه حاضر مباشره السعيدي مر وفاد وعدى وين العرضيه الراسيه جزاء تغيير اتجاه لعب صلاح الدين الصعيدي يلعب الكره هنا امامنا هنا للمهاري والانطلاقه والتسديده استرجاع الكرة في التمركز شوف تمركز سيء جدا والكرة لصالح الهدف يأتي الهدف الأول لصالح اللاعب ويليام جيبور في هذه اللقطة اللاعب المتألق إلى الليبيري كرحمد الباشا اللي أكيد اليوم هو المدرب الرئيسي لفريق الكوكب ديال سيدو هو جيبور
بأنهم سيجدون في النقص العددي أحسن مبرر. ويليام شيبو أي 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 وأخيرا وليس آخرا هذه الكرة من المد شرقي والمراوغة إمكانية لرفع الكرة كرة مرفوعة جيبور ينطلق جيبور ينطلق جيبور يحرك مرتب الرياض محمد الخامس الدار البيضاء يحظى بشعبية كبيرة من طرف المناصرين الهدف رقم 16 لهذا الوعيد جيبور يا جيبور لمسة الجولياتور جيبور يصادر جيبور طلق جيبور الله لا يعني قول يا جيبور ميدان مهاجم شريط ويليام جيبور يضيف رقم 18 يضيف رقم 18 ويحلق ويكسر من ارقام مخيفه للهدافين عبر تاريخ كره الافريقيه الواقف قبل الحسن يا معتمر الحارس بجهه والكره بجهه وهدف يصعد اللاعب نصير يرفع كوره